برحب مرة تانية بكل مشاهدينا، وبرحب بضيفتي في هذه الحلقة دكتورة جيهان فرحات، رئيس المجلس المصري للابتكار والإبداع ورئيس رابطة المرأة المبدعة. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. المجلس المصري للابتكار والإبداع، يعني العنوان بيعرف نفسه يعني، لكن احنا محتاجين نتعرف على المجلس أكتر، وخصوصا أنه المبادرة هنتكلم عنها مش أول مبادرة بيطلقها المجلس، فبالتالي هو ليه أهداف كتيرة وليه مبادرات كتيرة. صحيح، احنا اول ما بدأنا نعمل مبادرات كان مبادرة اسمها مليون مخترع، ودي كانت في 2015، وكان رد الفعل لسه بقى ما كانش فيه الابداع كتير ومؤتمرات الابتكارات، وما كانش فيه لسه الرنه اللي موجوده دلوقتي السنه دي وابتدت من السنه اللي فاتت. فكان كل اللي يشوفني يقول لي دكتوره ايه مليون مخترع؟ هي مصر فيها مليون مخترع؟ هقول لهم صدقوني فيها اكتر من مليون مخترع، وخاصه ان احنا عندنا المخترعين كل مخترع بيعمل 10 12 15 اختراع. يعني احنا عندنا مخترعين فعلا متبرعين بنفسهم للبحث والاختراع، وسايبين نفسهم يعملوا حاجات عظيمه جدا. تمام. ف حضرتك بتلاحظي ان دول بيبقوا يعني مرتبطين بسن معين او مرحله عمريه معينه، ولا احنا عندنا لا لا الابتكار ابدا والابداع ده ممتد؟ لا لا ابدا ده ممكن يبقى عنده 60 70 سنه، وممكن يبقى عنده 10 11 سنه، يعني كل الاعمار بكل الاشكال في كل المحافظات. اكتر المحافظات اللي موجود فيها من اكتر الناس اللي انا قابلتها، مثلا البحيره، كفر الشيخ، بني سويف، المنيا، اسيوط، حتى الاقصر واسوان، تمام، مليانه مخترعين ومخترعات. جميل قوي. طيب، يعني فكره اختياركم للعنوان ده تحديدا، لا اعاقه مع الابداع، يعني زي ما قلت برضو هرجع اقول تاني انه العنوان شارح نفسه برضو، يعني انتوا بتاكدوا من خلاله معنى وهدف رائع وقيمه عاليه جدا، وفكره انه الاندماج مع المجتمع ضروري، وانه اي حد ممكن يبقى جواه حاجه كويسه، بس هو ازاي يطلع الحاجه دي او الابداع اللي جواه دوت. احنا مقتنعين جدا ان بالابداع وبالابتكار وبالتميز نقدر نكسر الدنيا. يعني دي اكتر حاجة ممكن تأثر بشكل كبير جدا في تطوير المجتمعات وتطوير البشرية، وبالتالي تطوير الدولة، لان الدولة عبارة عن بشر. صحيح. البشر دول كل ما يبقوا مبدعين ومبتكرين ومتميزين هيتفهموا وهيحسوا بارتقاء الذات اكتر. يعني بيدي رقي جامد جدا لما تبقى مخترع او مبتكر او متميز، تحسي ان في عالم اخر، عندك هدف والهدف ده قوي وبتسعى عليه، ولما بتوصل له بتحس ان انت بتغير في الدنيا. مش لازم تغير بشكل كبير، مش لازم يكون التأثير فظيع، لكن لو تأثير صغير انت عملته ومخترع تاني او مبتكر تاني عمل تأثير اخر، تخيلي ممكن البلد تبقى شكلها ايه؟ صحيح. تخيلي الوطن العربي يبقى شكله ايه؟ يعني احنا كنا دايما متحيزين للمخترع المصري، المبدع المصري، ابتدينا نبص لا احنا عندنا قماشة الوطن العربي كلها متعطشة للموضوع ده. انتشار الابتكار والابداع على مستوى الوطن العربي شيء مطلوب صحيح. جدا في السنين القادمه، وده اللي ابتدينا نعمله من السنه دي. ما بقيناش نقول المخترع المصري، بقينا نقول المخترع العربي، العربي. لان كلنا محتاجين نفكر كده، هنغير حاجات كتير. طيب، احنا نخرج فاصل مع حضرتك ونسأل الناس في الجزئية دي، يعني نشوف آراء الناس في فكرة الإعاقة وإلى أي مدى ممكن ما تكونش تأثير على فكرة إنه الشخص يكون مبدع، يعني رأيهم في هذه المبادرة لا إعاقة مع الإبداع، ونرجع نكمل مع حضرتك. فكرة المبادرة لا إعاقة مع الإبداع فكرة جميلة جدا، وإحنا دلوقتي بدأنا نعمل دمج حتى في المدارس، وفي طالعين أوائل الثانوية من ذو القدرات الخاصة، فلا إعاقة مع الإبداع. المبادرة طبعا فكرة جميلة جدا، ما إحنا هي دي أول الطريق الصحيح، إنك أنت تدعم الناس دي عشان تطلع أفضل ما عندها من إمكانيات. دي أحسن مبادرة، بس أعتقد بتنسي الإنسان الإعاقة بتاعته، بتخليه إنسان طبيعي.
وما بيفكرش في اي حاجه الا في الابداع. موجود كتير معاقين عندهم ابداع وافكار احسن من الناس اللي اصحاء على جسمهم كتير، بشوفنا حالات كتير، حالات كتير قدامنا، حالات عمليه الحقيقه ذوي القدرات الخاصه. بشوفهم دائما مبدعين في كافه المجالات، من المجالات الفنيه والرياضيه، ومنهم مخترعين ومنهم ادباء. المبادره كويسه لانها بتدي حافز اكتر اللي هم المعاقين وذوي الاعاقه، لان في الفتره الاخرانيه اللي هم ذوي الاعاقه حققوا بطولات وحققوا كل حاجه وانجازات ما حققهاش الناس اللي هي الالعاب الجماعيه. فاي حاجه اي اتجاه للاعاقه في الوقت الحالي لابد منه وبزياده كمان. فكرة طبعا كويسة ولازم نهتم من المعاقين، ومليان هم دايما فيهم ناس ناجحين وبنشوف منهم دايما أبطال في كل المجالات. وأنا طبعا شايف إن الدولة فيه اهتمام فعلا الأيام ديت، والرئيس السيسي ياما عمل لقاءات معاهم وكرم ناس أبطال. مرة تانية، ودي كانت آراء الناس، لكن لو عرفنا من حضرتك إيه الخطوات اللي أنتوا خططوها داخل هذه المبادرة وإيه اللي حققتوه لغاية دلوقتي؟ أولا المبادرة لا إعاقة مع الإبداع هي جاءت طبعا السنة دي سنة الإعاقة. وطبعا إحنا المفروض إن إحنا كلنا نشتغل على نفس المستوى. يعني نكون بندعم الرمز والسلوجن بتاع السنة علشان نقدر نفيد بشكل كبير، لأن انت عارف حضرتك الحكومة لوحدها ما تنفعش، يعني الحكومة ورجال الأعمال، المجتمع المدني، المتخصصين، صحيح. الخبراء، كل دول لما يشتغلوا مع بعض تلاقي السنة بقت مثمرة جدا، صحيح. وخصوصا يعني ان احنا تشرفنا السنة اللي فاتت ان انا اكون من قيادات المرأة العربية اللي تم دعوتها على الإفطار مع سيادة الرئيس. وده كان شرف كبير يعني ان احنا نبقى متشافين. وكان السنة اللي فاتت اطلقنا المهرجان الاقليمي المرأة المبدعة لانها كانت سنة المرأة. ودعمنا في كده مكتبة مصر العامة. فطبعا السنة دي احنا حابين نعمل حاجة تكون في تخصصنا ونسبة حاجة مهمة جدا ونظرية مهمة جدا. كل ما تبقى متميز كل ما يبقاش فيه اعاقة. كل ما تبقى مبدع كل ما تتلاشى أي إعاقة. يعني أنت ممكن تخفي الإعاقة الخاصة بيك بإبداعك طبعاً. ونجاحك وتميزك. بالضبط. وبعدين إحنا بنحاول نعملها على الوجهين. يعني لو أنت أصلاً ذو قدرات خاصة وعندك بعض الإبداعات أو التميز أو الأنشطة اللي أنت بتبذل فيها مجهود كبير وبتبقى بالنسبة لك جزء من إبداع حياتك، ده بيغير التفكير بشكل كبير جدا. تمام. طب زي ايه يا دكتور؟ يعني ادينا نماذج من اللي موجودة. يعني مثلا احنا عندنا اولادنا مثلا اللي هم موجودين وسافروا وبيلعبوا بعض الالعاب الرياضية وبيتميزوا فيها، دي ابسط انواع التميز والابداع. صحيح. بيبذلوا مجهود كبير جدا وبيسافروا وبيجتهدوا وبيتدربوا وبيوصلوا ان يخلوا تفكيرهم تفكير مختلف. هو مش حاطط نفسه في بوكس اسمه انا عندي قدرات خاصه مش عارف اتصرف فيها. لا بالعكس، ده هم ممكن يكونوا احسن من الناس العاديه. صحيح. لو استخدموا المهارات بتاعتهم والمواهب بتاعتهم اللي بيحبوها، وحطي تحت بيحبوها دي يعني خط كبير جدا، لان الواحد ايا كان لو بيحب حاجه هيتميز فيها. ايه اهم النتائج اللي انتوا توصلتوا اليها او اهم الفعاليات اللي انتوا حققتوها من خلال المبادره؟ احنا دلوقتي المبادره دي مستمره وهيحصل المعرض الكبير والمؤتمر وتكريم بعض المبدعين والمبدعات في شهر 12 ان شاء الله. تمام. لكن احنا دلوقتي بنركز على تجميع اكبر قدر من اتنين، يا إما ذو احتياجات خاصة وعندهم إبداعات وابتكارات وتميز، يا إما هم مخترعين عاديين بس بيعملوا اختراعات لتسيير حياة ذوي الاحتياجات بكل صورهم. جميل. لأن ممكن جدا بعض المخترعين والمخترعات إن هم يقدموا اختراعات أو ابتكارات بسيطة أو تكنولوجية أو أيا كان النوع ده،
تيسر جدا حياة المعاقين. وده مطلوب طبعا ذوق يعني الاحتياجات الخاصة لمزيد من الدمج في المجتمع، ده مطلوب طبعا، ويبقى احنا اولى باختراعاتنا. يعني لما تبقى مصر عندها كم كبير جدا من المخترعين والمخترعات والمبتكرين والمميزين اللي بيشتغلوا كلهم لتسهيل وتيسير حياة المعاق أو ذو الاحتياجات الخاصة، ده فخر لينا جدا. هنخرج فاصل مع حضرتك ومع كل مشاهدينا ونرجع بعد الفاصل نكمل الحوار. أحلم بالدنيا اللي ما فيش فيها كره وغل، الشمس بتطلع فيها تنور قلب الكل، الحب يكون هو لغتها والناس تستمتع بحياتها، والخير يزيد ويفيض ويغطي حدود الأرض. نحلم بالدنيا اللي يعيش فيها ناس في سلام، ناس يفكروا في المستقبل شوفوا القدام، الحلم بيلمع بعيونهم مو فرجة للونهم ولا دينهم، بس قابلين كل اختلافات ومعيشين مع بعض. نرجع مرة تانية مع ضيفتي دكتورة جيهان فرحات، ويعني كلمينا عن نماذج بالفعل حضرتك شفتيها لابتكارات ممكن تساعد في هذه المبادرة. والله هو في كتير، بس خليني أقول لك أبرز الاختراعات المؤثرة واللي موجودة أصلا. المخترعين دول موجودين معانا في المبادرة. احنا عندنا أكتر من مخترع عامل نظارة ذو البصر الضعيف أو اللي هم عندهم مشكلة في البصر، سواء على هيئة نظارة، ومخترع تاني عامل على هيئة عصاية ممكن بكل التكنولوجيا تبين الطريق للمعاق، إزاي يمشي، إزاي يعدي الشارع، إزاي يتجول في البيت عنده، ببعض الألارم وبعض الحاجات التكنولوجية عالية المستوى جدا. من الحاجات اللطيفة برضو اللي أنا حسيت إن هي هتبقى ليها على مستوى الاستهلاك كمان هتبقى مهمة جدا مستقبلا، في سرير معمول لذوي الإعاقة وخصوصا الكبار في السن، ازاي يقدر يتحرك عليه وينزل ويقعد وياخد الدش بتاعه، ويعني حاجات كتيرة جدا جدا، وازاي يعرف ياكل، وازاي بطريقة سرير بسيط جدا معمول له كل الأدوات الخاصة بتيسير حياة الشخص المريض أو المعاق أو ذو الاحتياجات الخاصة. يعني احنا بنتكلم دلوقتي ان التكنولوجيا الحديثة، يعني احنا بنقول كل حاجة في موجودة في حياتنا هي سلاح ذو حدين، ممكن نستخدمها للصالح ممكن نستخدمها للطالح. فدي من الحاجات الجميلة انه ممكن نستغل كل سبل التكنولوجيا الحديثة في خروج ابتكارات تيسر الحياة وتخلي الحياة أبسط بكتير لناس ممكن تكون بتعاني وهي عايشة، أو نفسها يبقى العملية أسهل أو أبسط، ونفسها تحس إن هي معتمدة على نفسها مش معتمدة على حد يساعدها. يعني صحيح الكلام ده بشكل كبير، لأن لو تشوفي قد إيه لما بتجمعي كل الاختراعات اللي بتساعد المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة إن هي توفر لهم سبل الرفاهية، إحساسه بالأمان إن هو مش محتاج طول الوقت معاه حد. صحيح. يبقى جنبه، ممكن يتصرف لوحده، يمارس حياته الطبيعية طول النهار لوحده ويتحرك لوحده. تحسي فعلا بأهمية الاختراعات والابتكارات والتكنولوجيا. مش بس على فكرة التكنولوجيا، في حاجات تانية كتير غيرها بتكون مؤثرة. وعلى فكرة اللي هيبقى مؤثر كمان جدا في وضع استراتيجية دولية أو لاستراتيجية لينا هنا في مصر للإبداع والابتكار، وإزاي نحمي حماية حقوق الملكية الفكرية، إن إحنا نقوم بتنفيذ مادة الدستور
مادة 96. المادة دي من أهم المواد اللي اتكلمت عن حماية حقوق الملكية الفكرية، وأشارت لأهمية إنشاء جهاز مستقل يتجمع فيه كل ما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، بدل ما يبقى موجود في كل مكان، موجود في وزارة الثقافة في جزء البحث العلمي، في جزء السجل التجاري، يعني وزارة الاتصالات، وزارة الزراعة. لما كل ده يتجمع في جهاز واحد بيعمل استراتيجية خماسية أو ثلاثية، بيبص على موضوع حماية الابتكارات والإبداعات وحماية حقوق الملكية الفكرية بشكل فيه تركيز أكتر، الدنيا هتختلف تماما. أكيد. طيب يعني إحنا هنا لما بنتكلم عن المجتمع، بس بنتكلم في الأساس في الأسرة، لأن هي أول حد بيكون فيه اختلاط مباشر بينه وبين الشخص ده. فهنخرج فاصل، هنسأل الناس وجهة نظرهم في إزاي ممكن الأب والأم، إزاي الأسرة ممكن تكتشف أي إبداع موجود داخل الولد أو البنت الموجودين معاهم. نسمع آرائهم، دورهم.